اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار والامور التي كتبت على النادي الاهلي في السوشيال ميديا تحديدا. خلينا نبتدي بحساب يلا كوره على فيسبوك، واللي بياخد تصريحات على لسان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واللي بيتكلم فيه عن موقف مؤمن زكريا من المونديال، وتطرق كمان في تصريحات تلفزيونيه لمهله فايلر والتعاقد مع موسيماني. يعني في البدايه كان بيتكلم عن موقف مؤمن زكريا، وقال ان في اجراءات قويه جدا وتشديد قوي جدا بخصوص طبعا الامور الطبيه. ويعني باختصار خليني اقول لحضراتكم موقف مؤمن تحديدا. مؤمن كان في تفكير واتجاه ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، لكن نظرا للحاله الصحيه الخاصه بمؤمن زكريا وتفشي فيروس كورونا والظروف اللي بيمر بيها العالم كله، فكان في تفضيل ان يتم عدم اصطحاب مؤمن زكريا في هذه الرحلة حفاظا على حالة اللاعب نفسه اللي بيعالج خلال الفترة دي، واللي ما شاء الله ما شاء الله في تقدم جيد جدا في حالته الصحية. وكمان بالإضافة ان في حالة اصطحاب مؤمن زكريا كان لازم يبقى فيه مرافق ليه، وده كان هيبقى أمر صعب جدا، فالأمور كانت صعبة شوية بخصوص تواجد مؤمن زكريا. لكن الجزء الثاني وهو فيما يتعلق بفايلر والتعاقد مع موسيماني، وهو كان اتكلم في الجزئية دي تحديدا وقال، والتصريحات طبعا على لسان العميد محمد مرجان طبعا مدير تنفيذي النادي الأهلي، قال ان فايلر كنا نرغب في استمراره مع النادي الاهلي، لكن الكابتن محمود الخطيب اداله مهله، خصوصا ان هو شاف ان تفكيره غير مستقر وفي ضغوط كبيره جدا من اسرته للرحيل، وبسبب طبعا برضو تفشي فيروس كورونا. لكن اضطرينا، وده على حسب التصريحات، اضطرينا ان احنا نتعامل مع الموقف، وادينا له مهله اخيره. وبعد ما المهله دي انتهت، الكابتن محمود الخطيب قرر مباشره ان هو يتفاوض مع مستر بيتسو موسيماني، وهو اللي في الجزء الاخير من الخبر وكيفيه التعاقد مع مستر بيتسو موسيماني. وركز العميد محمد مرجان على جزئية هامة جدا، وهو بعد تواصل الكابتن محمود الخطيب مع موسيماني ومعرفة قراره أو رغبته أو موافقته أن هو يمسك النادي الأهلي ولا لا، فكان في شرط واضح جدا من الكابتن محمود الخطيب أن موسيماني ياخد إذن رئيس نادي سان داونز وياخد موافقته بخصوص الرحيل للنادي الأهلي. دي كانت بعض التفاصيل اللي اتكلم فيها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. خلينا كمان نروح لحساب بيتسو موسيماني على تويتر، واللي بيتكلم فيه بيتسو ونشر كمان من خلاله مقطع فيديو يغني فيه ليشارك به جماهير الأهلي أجواء اختيار القائمة النهائية للمونديال الأندية، وقال وعلق قال: صباح الخير، اليوم هو الأخير لتقديم القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وكان اليوم الأخير امبارح يوم 22، النهاردة 23، فالنادي الأهلي قرر اصطحاب الفرقة كلها أو اللاعبين كلهم، لكن أكيد هنعرف على مشارف بداية البطولة مين هي قائمة النادي الأهلي. تعالوا نروح نشوف الفيديو بتاع مستر موسيماني ونرجع مرة ثانية. في سبحان المال هني ولم لكم كان لام لدوم سوفن قولين يا هني كشماتهم بمني بانغان بوزه. Good morning. وبيك زول ونكان. الراجل يعني داخل في الاجواء المصريه سريعا، وجزء مهم قوي تواصله الدائم مع جماهير النادي الاهلي من خلال حساباته المختلفه على السوشيال ميديا.